نبدأ جولتنا في مختارات أعمدة الرأي لهذا اليوم بما كتبه الصادق الرزيقي في أخيرة الانتباه في زاويته أما قبل. كتب عن معضلة المشاركة: الرزيقي يرى أن جل انشغال الناس انصرف إلى التكهن بالقادمين الجدد إلى الحكومة والمغادرين، بيد أنهم أهملوا برامج هذه الحكومة التي ترتكز على 1000 توصية من مخرجات الحوار. يتساءل الكاتب: ما إذا كان شركاء الحوار قد اتفقوا من قبل على قيم سياسية تحصم الأطراف المشاركة من قواسم الصراع، فشجرة الوفاق لم تتجذر بعد في تربة العمل السياسي السوداني، والذي ما تزال أحزابه تعيش على هامش الأخلاق السياسية الرفيعة. ويواصل قائلا: إن الأحزاب السياسية لم تبدي أي حكمة في التعامل مع العملية الجارية لتهيئة المناخ السياسي لتقبل المشاركة الإيجابية في الحياة العامة. أرى ألا يخرجنا الحوار وحكومته من حقائق الأشياء ومنطقها، فالوزن والمشاركة وإن غابت الكثير من معاييرها ستكون هي الفيصل والميزان الذي لا يكذب ولا يجامل.